شوف إذا تريد ترهبني والله ألف مثلك ما يرهبون أصبعي. حتى تعرف شوف أنا ما عبر لا عليك ولا على غيرك. أنا صدام حسين أخو هدلة أخو الشعب. أنا مباشر وصريح. أشه أنت متهم. متهم أو ما متهم هي وبولد أي طفل عراقي. أنا مو بحال العطل. أمك. أنا مو بحال العطل. أدعو إلى طرد الغزاة. بهالألفاظ. نعيم. بهالألفاظ بهالتعابير. نعم. 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 نعم بهاي التعابير لا يمكن للغزاة أن يفهموا إلا لغة المذبح.